النهاردة عندنا فطيرة محشية بالجبنة والفيجيتابلز. عندي المقادير بتاعتي الدقيق وخميرة فورية وزبدة او سمنة، زبادي، ملح، فلفل، سكر، قصدي ملح وسكر، وماء العجين، والحشو عندي جبنة بيضاء ونعناع ناشف وزيتون اسود. طب دي الدقيق بتاعني، ده الدقيق بتاعي، خليك دقيق معاك في كلامك. وادي الخميرة، ده سمنة، سكر بيديها لون ذهبي. عرفت بقى اجاوب ازاي يا عم ابراهيم؟ تحطني في اختبار على اخر الزمن، اللي وعدك من تحت بتاع بالزمزميه والشنطه وجاي من. صلي على النبي. طيب انا ببقى ماشي في الشارع بلاقي الراجل اللي بعدي دوت حاطط صينيه على دماغه والبريك بريك، ببقى هوايا اشتري منه، هوايا اشتري منه، بحبها. طب نصلي على النبي. النعناع، الزيتون، كمان لفة صغيرة بس. الله 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 الله. كده ادي الجبنة بتاعتي. هي نفس العجينة دي، هي دي بس بغطيها كده تخمر معايا نص ساعة. صلي على النبي. طبعا انا مش هيكفيني 10 دول، نعمل 10 تانيين. نفرض بقى كده يعني ان خصمتك يومي.